مساء الخير، مساء السعادة على أهل مصر وشعب مصر الطيبين. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسرار الحياة. معانا النهاردة طبعا موضوع حلقتنا هو موضوع بقي منتشر، وهو جرائم الإلكترونية، وهو بمعنى أصح عن القنوات الإلكترونية واللي بتعرضه القنوات الإلكترونية اللي ملهاش أي لازمة. معانا ومعاكم النهاردة المستشار القانوني والمحامي الأستاذ عماد التركي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور. عايزين حضرتك تعرفنا بحضرتك أكتر للسادة المشاهدين. حضرتك، أنا عماد التركي المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. اهتميت من فترة بقوانين الإنترنت وتقنية المعلومات باعتبارها إنها هي القوانين اللي هتنظم حياتنا المستقبلية، وخاصة في توجه العالم كله إلى الاتجاه الإلكتروني والاتجاه الرقمي، وهي دي وسيلة التواصل اللي بقت بتحركنا في حياتنا كلنا في الوقت الحالي. فاهتميت بيها وبموضوعاتها المختلفة، وبناء عليه ابتدينا نشتغل بقى في موضوع الجرائم الإلكترونية. عايزين نعرف إيه هي الجرائم الإلكترونية وجهة نظر حضرتك. هو مبدئيا هنتكلم ان الحياة طبعا اختلفت بالتكنولوجيا الجديدة والحديثة اللي بينا موجودين فيها، فكانت الجريمة بشكل عام بتتم من خلال اتصال مباشر ما بين المجني عليه وما بين الجاني. يعني حد بيتخانق مع واحد فبيمسك فيه، حد بيزعل واحد فبيبقى بشكل مباشر معاه. طورت الحياة شوية وبعد كده بقى من خلال بقت عبارة، في الاول بدأت من خلال رسائل الموبايل، مسج اللي هي بتيجي سواء بقى من الاس ام اس العادي، او بعد كده تطورت بقى مع جينا رسائل كتيرة عن طريق الاس ام اس مش عارفين مصدرها ايه، كانت شائعات بقى. طبعا بالظبط كده. وكانت في الاول كان في اتجاه ان الخطوط بتاعه الموبايل والحاجات دي كلها كانت بتتباع بدون تسجيل بيانات. طبعا الحكومه المصريه فطنت للموضوع ده وابتدت توجه من خلال جهاز تنظيم الاتصالات ان احنا نقدر نقنن، ما فيش حاجة اسمها حد يبقى معاه خط من غير ما يبقى اسمه مسجل ومدون عليه. تمام. تطورت التكنولوجيا بقى واصبح اللابتوب واصبح الموبايل بشكله الحديث اللي هو اللوحي، فدخلت عليه برامج بقى كتير. البرامج دي زي مثلا الواتساب لما ظهر تفاعل مع القانون برضو وابتدى يعمل عقوبات على الرسائل اللي بتيجي من خلال الواتساب من خلال جرائم الاتصالات. طيب ازاي بترتكب الجرائم الالكترونيه دي؟ كيفيه ارتكابها ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك بقى، زي ما تطورت الحياه دايما بيبقى هناك السلوك او الجهل او عدم الوعي او اساءه استخدام الصلاحيات اللي بتبقى في ايديك او التطور اللي بيبقى في ايديك. فابتدت من هنا تقوم جرائم احنا بنسميها الكترونيه بحكم الحال اللي احنا باينا عليه. فمن خلال الوسائل الجديده بقى سواء التواصل الاجتماعي، بدات بقى من الواتساب، فيسبوك، اليوتيوب، كل دي ابتدى شخص هو مقيم في مكانه يقدر يرتكب الجريمه، سواء بقى جريمه سب، قذف، تشهير، بس اشاعه. يعني حضرتك دلوقتي انا حد بعت لي رساله فيها سب وقذف، ازاي ابلغ عنه او القانون بنص عليه؟ بدات عندنا في مصر برضو من بدري شويه ان احنا بنعي هذا الامر، فصدر عندنا القانون. يعني بداناها من بدا اول حاجه لما ظهرت تكنولوجيا المعلومات البسيطه في قانون الاحوال المدنيه سنه 94، عملنا تشريع ان البيانات اللي تتداول او تتسرق او يتم اختراقها بيتم العقاب عليها. بعد كده صدر عندنا القانون بتاع 10 لسنة 2003 اللي هو بينظم عملية الاتصالات. فأنا النهاردة عندي برضو دي إشكالية، يمكن حضرتك من السؤال طرحتي إشكالية موجودة، إن أنا عندي قانون لتقنية المعلومات وعندي قانون للاتصالات. فالنهاردة الحاجة اللي بتجيلي في خلال المسج سواء بقى الاس ام اس أو الواتساب دي بنقدم طبعا بلاغ في الشرطة بيها، واللي بيتبع بعد كده لجهاز تنظيم الاتصالات. طب القانون صدر بقى عقوبات بتوصل للسجن 3 سنين و100,000 جنيه غرامة. المسج ده البسيط ده ممكن يوصل للمبلغ ده؟ القانون بينظم الموضوع ده علشان الناس، الردع في حد ذاته هو اللي بيخلي الناس تبتعد عن المخالفة في حد ذاتها. وكان أساس قبل الردع وقبل القانون
القيم والمبادئ والاخلاق وال كل ده تغير، كل ده تغير. احنا فعلا بقينا دلوقتي المجتمع بتاعنا بدا يتلاشى فيه الحاجات دي، بدا يتلاشى فيه للاسف بقى. ويمكن الحمله بقى بتاعتنا اللي انا اتشرفت ان انا اكون موجود فيها مع مجموعه محترمه من يوتيوبر مصر، ان احنا عملنا حمله اسمها تطهير اليوتيوب. طبعا بشكر فيها الاستاذ محمد الفارس صاحب قناه الفارس، صاحب القناه فعلا، اللي هو فعلا بدا المبادره دي وابتدى يتحمس ليها، وانا لما شفتها ابتديت انضم معاهم فيها، علشان فعلا بقى الموضوع فجأة قوي يعني. طب ما تطورت حضرتك في دلوقتي يعني فيديوهات كتير بتنزل ملهاش اي لازمه، وغير كده الاولاد بياخدوها قدوه ليهم يعني، بالدليل ان احنا كمان معانا انا اولادي صغيرين على طول ماسكين الموبايلات ال 24 ساعه. اللي الموبايل ما بقاش في ايد الكبير فقط لا غير، لا في ايد الجميع، فبالتالي احنا بنخاف على اولادنا من الموضوع ده. علشان كده لازم يكون في قانون يعني. احنا في عندنا بالفعل القانون 175 لسنه 2018، قانون تقنيه المعلومات. تمام. لكن الانتشار الكبير طبعا، احنا القانون انا هحكم القنوات اللي عندي في مصر، طب القنوات اللي بره في ناس ممكن تتكلم تقول لك ما دي حريه راي وتعبير. الكلام ده مع الانتشار ده، في جمله دايما مش عاجبك ما تتفرجيش، مش عاجبك ما تتفرجيش، انا النهارده مش عايز اتفرج، لكن انا ممكن يكون ابني او بنتي او زوجتي اما بتيجي تتفرجي على مقطع في اليوتيوب بيجيب لك حاجه بتظهر لك فوق كده يقول لك الفيديو المقترح، الفيديو المقترح لا انت ممكن تدوسي عليه حتى من غير ما تاخدي بالك، فيدخلك لقناه، القناه دي يا اما تلاقي فيها سباب، يا اما تلاقي فيها عرض امور مخله بالشرف وبالحياه، يا اما ناس يعني واحد من ضمن القنوات بيقول لك طالع بيتكلم بيقول لك انا بتاجر عشان اشتم وعشان ازعق وعشان اخوض في الاعراض. طيب هو ده يعني كلام ان هو انت تدخل كده، انت كده بتقتحم على كل بيت اصلا، انت كده مبدئيا انت بتسيء لشكل الدوله بشكل عام. اكيد. لان انت النهارده لما بتيجي تتكلم باللغه المصريه وباللكنه المصريه فانت بتسيء لمجتمع، مجتمع عنده ثوابت وعنده قيم وعنده شرائع سماوية وعنده أخلاق وعنده ثوابت. بس فين الرقابة؟ الرقابة، الرقابة بقى فين في الموضوع ده؟ احنا عندنا برضو مشكلة في موضوع اليوتيوب، يعني اللي انا برضو عايز استفيد شوية عشان نشرح موضوع اليوتيوب، لان دلوقتي الناس ما بقاش عندها الوقت للقراءة زي زمان، فبدأت تلجأ للمقاطع المسموعة والمرئية عشان تاخد المعلومة. أكيد. بشكل أسرع وبيتلقاها من غير ما يحتاج حتى يركز، يعني ممكن يركب هاند فري ويقعد يسمع الموضوع وهو بيشتغل أي حاجة، فكل ده بالظبط بقى أسهل وسيلة. لذلك بقى اليوتيوب هو أخطر وسيلة على المجتمعات، بقت النهاردة اليوتيوب بيستخدم لبث الشائعات، بقى اليوتيوب النهارده ممكن يوصل لك معلومات مغلوطه عن امور بتتم صح في الدوله، وساعات ناس بيتحولوا من موضوع بسبب اليوتيوب ده، واخد بالك، ممكن يدعو لتخريب والتدمير، البعض بيستغله في امور مسيئه للمجتمع. ده للشكل العام للدوله وللشكل العام للقيم والمبادئ والاخلاق. ده بالاضافه الى بقى ان ممكن النهارده حد يطلع ويبتدي يوجه إساءة أيا كان شكلها لحضرتك اللي هي لأي حد في المجتمع بشكل عام. ده فعلا. طب فين أنا النهاردة فين الرقابة؟ أي حد يقدر يعمل بس كده وعلى اليوتيوب ده كمان بس مباشر وخلاص، والبث المباشر نفسه أخطر وأسوأ ما في اليوتيوب، لأن أنا النهاردة لما بيبقى في مقطع فيديو ومصور وموجود على اليوتيوب أنا بقدر أخد اللينك ده وأقدم بيه بلاغ في شرطة ومباحث الإنترنت، وبعد كده يشوفوا الفيديو ويبحثوه ويشوفوا الإساءة اللي فيه والجريمة اللي هو قام بيها وإيه العقوبة اللي هتتم عليه. طب أنا النهاردة عملت كل الكلام ده في شكل بث مباشر، وبعد ما خلصته وشافوا الملايين رحت حازف البث المباشر، النهاردة بتروح تقدم البلاغ يقول لك طب فين الدليل؟ فين الدليل؟ فين الدليل اللي أنا ممكن أحاسبه عليه؟ هو القانون يعني القانون، القانون لازم ينظم، دي ثغرة في القانون مش موجودة. احنا محتاجين في الفترة اللي جاية دي ان يبقى عندنا حاجة اسمها منظومة للفضاء الالكتروني، منظومة للفضاء والمعلومات الالكترونية، حماية للدولة، حماية للافراد، يكون عندي آلية اسرع
يكون عندي آلية أسرع للتعامل مع الموضوع. احنا محتاجين حاجة متخصصة طبعا، مع تقديري واحترامي للسادة الضباط اللي هم بيعملوا في شرطة الانترنت، لكن احنا محتاجين حاجة تضم كل ده وما بقاش عندي فيه تفتت، سيطر عليها على الأقل، ما بقاش عندي فيه تفتت في القانون، حاجة للاتصالات وحاجة لتقنية المعلومات. لا، انا عايز قانون اسمه قانون الفضاء المعلوماتي بيحارب كل الأشكال، ويكون وسيلتي سهلة معاه، خط ساخن سريع، أبليكيشن على الموبايل أقدر أتعامل من خلاله. النهاردة المواطن البسيط هيقدر إزاي يعمل الحاجات دي ويحملها وياخدها على سيديهات ويروح لشرطة الإنترنت اللي هي برضو مش منتشرة في كل مكان في البلد. النهاردة زي ما في تكنولوجيا يبقى أنا لازم أتعامل معها بتكنولوجيا. تمام. زي ما في وسائل بسيطة إن أنا بقدر أتفاعل مع أي شيء، يبقى في وسيلة بسيطة جدا أقدر أبلغ بها عن المحتوى المسيء اللي هو موجود، أو القناة المسيئة أو الصفحة المسيئة، عشان أقدر أتعامل معها. محتاج عندي يبقى في مؤسسة مستقلة للفضاء ده، مزودة بخوارزميات معينة فيها ثوابت وقيم وأخلاق المجتمع، بحيث أن مجرد الألفاظ دي او العبارات دي، نتمنى ان هو فعلا يحصل الموضوع احنا ده، احنا انا بناشد طبعا في دايره مغلقه من مكانكم ومنبركم ده. احنا عندنا مجلس شورى ان شاء الله هينعقد قريب، وعندنا داخلين على انتخابات مجلس نواب، بناشد الساده المسؤولين عن التشريع ان احنا نعمل منظومه لهذا الاساس، ونخفف كم القوانين وتبقى في قانون واحد ميسر وبسيط لكل الناس تقدر تتعامل معاه، مش بحجم القوانين ده. بالإضافة لشيء تاني، ان انا لازم حضرتك لو احنا بنتناقش دلوقتي قلت لي ما عادش الناس زي الاول. طبعا ما عادش الناس زي الاول ليه؟ احنا محتاجين برضو التكنولوجيا خلاص، ممكن حضرتك الأسرة الواحدة بتبقى موجودة قاعدة مع بعضها 3 أفراد 4 أفراد، بس كل واحد عايش في واقع افتراضي بيختلف عن الآخر وبيشاهد موضوع مختلف عن الآخر، والتلاتة جنب بعض جسديا متلاصقين لكن فكريا وعقليا واتجاه منفصلين تماما. فإحنا لازم يبقى عندنا دفاع مستقبلي لهذا الأمر. محتاجين الموضوع ده ندعمه في إيه؟ ندعمه بداية من المراحل الابتدائية، ان احنا لازم نرجع حاجات برضو تبقى خفيفة في التعليم، صور عن القيم، عن الاخلاق، مقاطع صغيرة عن معنى القيمة، معنى الهدف، اهتمام كمان في المدارس بالتربية الدينية يا استاذ الفاضل. ما هو انا اذا اهتميت بده اهتم هو منه بالمنظومة الدينية. حضرتك وصل الدين الاختياري مش الاجباري، عايز تدرس ادرس الدين اختياري مش اجباري. هقول لحضرتك احنا وصلنا لمرحلة، يعني انا بتكلم في ايه؟ ان احنا الاخلاق هتقودك للقيمة، اكيد طبعا هتخليكي اصلا تلقائي، والاخلاق والقيم هي مصدرها الشرائع السماوية، سواء اليهودية المسيحية الاسلام، التلاتة قيمهم ومبادئهم واحدة. فانا لو اخدت منهم وقدرت ان انا النشء الصغير الحقه، لان النهارده يمكن احنا بنتكلم على اليوتيوب، انت الصبح وبكره وبعد ظهر التيك توك شفت عمل ايه في المجتمع. طبعا ظهر بعد اليوتيوب بقى بينتشر بشكل، تخيلي حضرتك لما نشوف مثلا اب وام بالمتاجرة بي على صفحة اليوتيوب بيعملوا ايه، زي فاهمة حضرتك زي صفحات اليوتيوبر اللي يطلع اليوتيوبر عشان الام والاب والبنت عشان تكسب تعمل ده. انت للأسف يعني بتستخدم طفلك سلعة للكسب فعلا، بتستخدم زوجتك سلعة للكسب، ايوه بتستخدم بيتك وحياتك سلعة للكسب، ده حياته ومشاكله النهاردة حاجة. واحدة بتطلع تتكلم على مشكلتها مع جوزها على اليوتيوب، واحد والعكس صحيح، او الاب او الام، كل الكلام ده بقت قيم منافية لمجتمعنا. لا احنا لا عمرنا ما شفنا اسمها يعني اسرار بيوت اللي طبعا احنا نتكلم في ده، كان اسمه اسرار بيوت. اليوتيوب من اخطر الحروب اللي على المنطقة العربية بالكامل. يمكن انا بقول ان احنا محتاجين كلنا كمنطقة عربية بالكامل، زي ما عندنا دفاع مشترك يبقى عندنا دفاع فضائي مشترك،
بيرتكن للثوابت. احنا لغه واحده، اديان واحده، طبيعه واحده، متقربين في كل شيء. لازم عندنا منظومه كلنا، بس تكون منظومه بسيطه وسهله، تقدم تتعامل مع الناس بشكل بسيط وفي نفس الوقت تكون سريعه. انا النهارده على ما اروح وابلغ ويفحص ويشوف ويرجع وكل ده، ما ده وقت، والجريمه موجوده والمشاهدات بتزيد، ده بالملايين بالملايين. طب انا الكلام ده هرجعه ازاي؟ الا اذا كان عندي حاجه سريعه، وزي ما قلت لحضرتك بقى عندي قانون رائع، لا وعندي كمان اليه سريعه بتتعامل مع الخوارزميات نفسها. اللفظ ما اليوتيوب النهارده بيعاقب على المشاهد مثلا سيء الجنسيه على انها عري، طب والالفاظ ما يعرفهاش فعلا، ما شافهاش، بالنسبه له بتعتبر حريه راي وتعبير. علشان كده احنا ومجموعه اليوتيوبر المحترمه وتحت قياده الاستاذ محمد الفارس حاجه نبيله، يعني ان احنا نرتقي بتقديم الموضوع، نقدم موضوع علمي، نقدم موضوع فني، نقدم موضوع بيفيد الناس، بيفيد الاولاد، في هدف، في هدف. فده بالنسبه لنا ده هدفنا من الحمله. عشان كده بالفعل احنا قدمنا مجموعه بقى من المشاهد ومجموعه من الحلقات اللي هي الناس اللي بتتربح بشكل، يعني مش قادر اقول بيتربحوا ازاي، لكن جمعنا المجموعه دي وقدمناها للسيد النائب العام. فعلا في اجراءات قانونيه بدات اتخذت ضد الناس دول، وبالفعل في قنوات تم ايقافها، وبالفعل في ناس، وفي يوتيوبر توقف اصلا، هو ومراته وبنته توقفوا بسبب المواضيع دي، ولسه في اكتر، بقول لحضرتك 140 قناه معروضين بكل اسفافهم. انا مش هدفي ان انا اوصلك للعقوبه الجنائيه، هنا ليه القانون يسمح بالقنوات دي؟ القانون ما بيسمحش. لا مش فكره، طب هي ليه ظهرت من البدايه؟ معنى لو حاطط قانون من البدايه مش هتظهر. ما هي اصل حضرتك بتتعامل، فكره ان انا بعد ما ظهرت الحاجه اليوتيوب بقى حريه شخصيه، حضرتك بتتعاملي مع منصه. عشان كده انا قلت لحضرتك ايه، المنصه دي منصه عالميه، المنصه دي مش تقدر توقفيها، لكن اقدر اوقف الضرر اللي جاي منها. ما انا بقول لحضرتك النهارده احنا بنشوف حاجات غريبه قوي، يعني ممكن تلاقي واحد لابس جلابيه وعمه وقاعد ورا منه غيط زراعه ويقول لك انا بتكلم من الصعيد، وهو من بره مصر وقاعد بيحكي مشكلات ممكن تكون مش واقعيه وما حصلتش في بلدنا ومش موجوده، وبيحرض على 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 اعمال وبينفي نجاحات بتتم في حياتنا وبيشير لحاجات غريبه عن واقعنا ومجتمعنا. اهم حاجه عنده يعمل بلبله للشعب. انا هعرفه ازاي؟ عشان كده بقولت لحضرتك لازم يبقى عندي مؤسسة مسؤولة عن الفضاء، زي ترسيم الحدود الجغرافي يبقى عندي ترسيم للحدود الفضائي، يبقى عندي اتفاق عربي. يعني أنا بدعو الاتفاق، يعني بتمنى طبعا مسؤولي وجهة نظري يبقى عندنا اتفاق عربي، إن احنا عندنا قيم وثوابت ومبادئ واحدة ولغة واحدة وطبيعة واحدة وكل المنطقة العربية بتأبى إن يكون ده. ما هو إن كان زمان الأدب يقول لك إيه، الأدب هو مرآة المجتمع في مرحلة ما. اليوتيوب دلوقتي بقى بيسجل أدب، هل ده هتبقى تاريخنا وواقعنا في الفترة دي من خلال اليوتيوب ده؟ لا طبعا. طب هل أنت كشخص يلي بتظهر بالمظهر ده، أنا بدعوهم من هنا إنك تكون أنت راضع لنفسك، إن اللي أنت بتعمله ده هو تاريخ لشخصك قدام اولادك، هتظهر ازاي بعد كده؟ انت النهارده كنت بتتربح بالشكل ده، طب بكره هتظهر ازاي لقدام اولادك لما يكبروا؟ هتقول لهم انا كنت بعمل الكلام ده عشان اكسب؟ لا طبعا. طب هتسجل لنفسك تاريخ عامل ازاي؟ مش هيتمسح، هيفضل موجود. فعشان كده بقول اذا كان عندك كل انسان جواه الخير وجواه الشر، حاول تخرج اللي جواك في شيء هادف، حاول تخرج اللي جواك في شيء مفيد للمجتمع. نرجع برضه للقانون نرجع. احنا الفكره بتاعتنا لو احنا حاطين قانون من البدايه ما كانش ده يحصل. احنا حاطين يعني بالفعل الفكره ان انا هعرض الفيديو ده قبل ما ينزل على يوتيوب، لا بينزل للساده المسؤولين الاول قبل ما بيتعرض. صعب الموضوع ده، اللايف على طول ده. علشان كده قلت لحضرتك دولي، لازم يبقى فيه وسيله حديثه بالشكل التقليدي. احنا عندنا قوانين بتعاقب على كل شيء،
يعني عندنا قوانين بتعاقب على السب والقصف، وعندنا قوانين بتعاقب على التشهير، وعندنا قوانين بتعاقب على إساءة استخدام الحق، وعقوبات رادعة قوية جدا. فالنهاردة أنا مش هقدر أمنع الفضاء، لكن أقدر أوجد وسائل جديدة بتشريعات ليها تحجم الموضوع ده بالظبط كده، عشان أنا اللي هقدر. طب أنا اللي عندي في البلد هعمل فيه، طب والكل اللي موجود في العالم ده وبيتكلم بنفس لغتي وبيتكلم بنفس لكنتي، هتعامل معاه ازاي؟ لازم يبقى في وسائل حديثة أقدر أمنع الجريمة قبل وقوعها. هو ده اللي احنا يعني ده اللي احنا عاوزين نسعى ليه. نتمنى ان احنا لازم يبقى عندنا مؤسسه، نتمنى شركه مساهمه مصريه، عندنا جهه معينه، ويكون كل اللي عاملين فيها هم اهل التكنولوجيا. اهل التكنولوجيا امسك الجريمه ابعتها بقى لوزاره الداخليه تحل القضاء ويتم معاقبته عن كل فعل تم بيه، واللي بره قدرت تمنعه انه يضر بمجتمعي او بالثوابت اللي موجوده عندي في حياتي. طيب استاذ عميد، اتفضلي. حضرتك عايزين نعرف ايه المقترحات اللي ممكن تحجم من الجرائم دي، نعمل ايه؟ ايه مقترحاتنا؟ مقترحاتنا مبدئيا ان احنا في تعديلات القوانين اللي هي في الوضع الحالي اللي احنا موجودين بداتوا بالفعل مبدئيا لازم يتم اضافه ماده في القانون 175 لسنه 2000. طيب احنا معانا تليفون، مداخله تليفونيه. طيب دكتور احمد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور معاك. ايوه هتكلم على طول. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. البرنامج اللي انتم بتتكلموا عن الموضوع بالظبط اللي انتم متابعينه معاك يا فندم، موضوع القنوات الفضائيه اللي هي بتثير الفتنه والفضائح لبعض الناس، صح كده حضرتك؟ تمام. احنا انا عايز اوجه كلمه اولا لكل انسان فاتح قناه سؤال ربك. تخيل نفسك كده ان حد قال عليك نفس الكلام والفضائح اللي هي لا سند لها ولا قانون. ولما ربنا سبحانه وتعالى يشبه الانسان اللي بيتحدث في انسان اخر بافظع واقزز تشبيه في المستوى البشري، وهو انه بياكل لحم اخوه وهو حي، واثبتت الدراسات العلميه ان الكلب الحيوان الوحيد اللي ممكن ياكل اخوه بعد ما يموت، فمن يتحمل؟ فأنا سؤالي، هل تريد أن تتشبه بمثل هذا الكلب؟ ماشي. بعد كده تاني، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه ابن عمر لما صعد النبي على المنبر وأخذ ينادي بأعلى صوته وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم. شفت الجمال بتاع الإسلام؟ لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم. رسالة لك يعني كل من صاحب قناة غير هادفة، هدفك من ايه؟ هدفك المال، كل متاع الدنيا قليل. هدفك الشهرة، زائلة ولا يدوم لك الا السمعة السيئة والسيرة والسمعة الخبيثة التي تلاحقك وانت في مقبرتك. ثالثا، اولادك هتتباهى بهم وامتى بتفضح الناس؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد فين؟ القول السديد اللي ربنا امر به. فرسالت لكل صاحب قناه على اليوتيوب، احنا فتحنا قنواتنا على اليوتيوب علشان نقدم هدف وهدف نبيل لبلدنا. هل بلدنا هتتبني بمثل هؤلاء الذين يطلقون السنتهم بالفضائح ويهزموا مين؟ ويهزموا الملائكه بالكلام الشيطاني؟ ابدا والله، لن تبنى هذه الاوطان بذاك. علشان كده أنا أريد أن أوجه رسالة لهذا المغتاب، يكفي المنظر اللي شافه سيدنا محمد وهو يشاهد في رحلة الإسراء والمعراج أناس ربنا خلق لهم ضوافر من حديد نحاس، يعملوا إيه؟ يدخلوها في وشهم وبجسمهم إلى أن تسيل دما. فالنبي تقزز من المنظر وقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال يا رسول الله هؤلاء الذين يغتابون الناس اللي بيفضحوهم بلا ذنب. حتى سيدنا عمر بيقولوا له لو قلت الواحد ان على واحد اللي هو فيه وده بيحصل فيه، قال له ليه تقوله اصلا؟ ربنا ستره، انت لماذا تفضحه؟ علشان كده ربنا بيبشرك يا كل مغتاب ويا كل صاحب قناه بذيئه وتنشر الالفاظ البذيئه
والبرامج البذيئة، والله أبشرك بالعقوبة في الدنيا بحديث النبي، قال النبي: من تتبع عورات الناس فضحه الله في قعر بيته. تتبع الله عورته وفضحه في قعر بيته. أكيد داين تدان. نعم داين تدان يا فندم. نعم 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 احنا برضو يا فندم محتاجين الدين يتكلم شوية، احنا بقينا كل حاجة سياسية، الدين بمعنى أصح بعد خالص عننا، محتاجين حضراتكم جدا. تتكلموا أكتر. أنا مؤيد حضرتك تماما يا أختي الفاضلة، وبالفعل أنت صادقة، وبأحيي البرنامج الجميل بتاعك، وأحيي الناس المحترمة زي قناة الفارس اللي هي تبنت حملة محاربة هذه البرامج البذيئة. فعلا أنا بقول وأواجه كلمة للدعاء، والله أنتم من ضمن الأسباب اللي أطلقته أو سبت الناس زي بتصعد. أنتوا فين دوركم؟ أزاهرة يا مولانا حاليا بتعرض الخطبة على حد من المسؤولين عشان الخطيب يقولها، يعني ما بيش بيقول الحاجة من دماغه بمعنى أصح أو من الدين. لا أبشرك يا أختي، أنا راجل في الخطيب في الأوقاف، الأوقاف قالت لنا إيه؟ هي منزلة نص خطبة، بس الأوقاف قالت لنا إيه؟ ما سببتناش إن إحنا نمسك النص كامل، قالت اقرأ الكلمات، يعني مثلا خطبة عن الصدق في الأسبوع الماضي، الصدق مع ربنا، هل مش من ضمن الصدق مع ربنا يا أختي؟ إن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت عايز المغتاب واللي بيفضح الناس واللي بينشر الفساد والفاحشة في وسط المجتمع، أنت عايز ده يكون من الصادقين اللي ربنا وعدهم أن يكونوا من الصادقين؟ يبقى إذن الأوقاف بتقول لك أنا مديك موضوع الخطبة، لكن أنت يا خطيب اعمل فكرك وعقلك وهات ما يحتوي الموضوع، يعني ابحث اقرأ وموجود في الكتب اللي ما فيهاش تطرف ولا إرهاب، علشان نوصل الدين بوسطية جميلة. فليست حجة يا أختي الفاضلة، بل بالعكس. سؤالي تاني، أنت عندك مسجدك، الأوقاف منعتك أنك تقول دروس في قلب المساجد؟ هل منعتك؟ بل بالعكس، فيه دروس والخطيب هو اللي يقولها، فلذلك لا، ليه عليهم دور كبير. فلذلك أنا بقول الجهات الأمنية، وأتوسل إليكم وأبرأ إلى الله من هذا النداء، إن أنتوا تراقبوا القنوات الفاسدة اللي بتنشئ جيل فاسد. إزاي أشوف ستة عندها 60 سنة وتتهم أختها بكذا وتتهم جارتها بكذا ومستغلية منصات التواصل الاجتماعي؟ أكيد وطبعا أكيد يا مولانا، بنشكر حضرتك جدا على المداخلة الجميلة دي يا فندم. نرجع تاني يا أستاذة أمين. طبعا بشكر الشيخ اللي قام بالمداخله معانا، وهو يمكن برضو موضوع اللي حضرتك اثرتيه الخاص بالخطاب الديني. الخطاب الديني ما هو ده برضو شيء محمود للدوله، ان هي قدرت تجدد الخطاب الديني وتوحد الافكار. انا بس عندي ملحوظه يا استاذ عماد، بالنسبة للخطبة بتاعت يوم الجمعة، الخطبة بتاعت يوم الجمعة ديت كان ممكن أي شيخ يطلع يتكلم براحته جدا، وممكن يشوه الصورة بتاعت الخطبة بأن هو يخلي شبابنا يتجهوا اتجاه تاني. بالزبط. تمام؟ فعشان كده الدولة لو بتعمل حاجة زي كده فهي برضو بتحمي شبابنا. بالظبط كده. مش بتدمرهم، لا. بالزبط. أنا فرض عليك إن أنت تقول كذا وكذا وكذا، يعني ممكن أنا هطلع الخطبة يوم الجمعة هتكلم فيها، بس معنى ذلك إن أنا هشد الشباب لناحية تانية. يا أستاذة هند، مع احترامي ليكي طبعا، بس الدين محدش يدخل فيه، انا مش هدخل فيه. هو مش بيدخل لا لا مش هنخرج عن الموضوع. احنا مش هنخش في الموضوع ده عشان نقول على السياسه كلها. قصه الموضوع فقط الموضوع الموضوع في فرق ما بين التدخل وتقنين والحمايه وتقنين العرض بس، مش اكتر. بس بص حضرتك، انا عندي شيوخ بيطلعوا يطبلوا ويقولوا حاجات ضد الدوله، خلاص دول ما يطلعوش، لكن ما جيش لراجل الازهر محترم اقول له قول ايه وما تقولش ايه. محدش بيقول له يا فندم، احنا بتقنين، يعني من وجهة نظري ان هي تقنين لعرض الامر، لكن انت ليك حرية عرض الموضوع. يعني مثلا احنا هنتكلم مثلا عن قيمة من القيم الدينية، واخد بال حضرتك؟ يبقى انت هتصيغ الموضوع بتاع القيم الدينية دي من اصول ثوابت في الدين، من حاجات ليها مرجعيات اقدر ان انا ارجع لها عشان اعرف انت اللي قلته حضرتك ده ليه اصل ولا لا. بس ادي كل الموضوع، هو ده برضو اللي بيتم في اليوتيوب.
علشان كده بنقول ان برضو حتى موضوع اليوتيوب نفسه، في اليوتيوبر المحترمين في مصر هم نفسهم بيقترحوا الفترة دي احنا يمكن بندرسها، ان يبقى لهم غطاء، لهم منظومة بتحميهم وفي نفس الوقت بتساعدهم. ما النهاردة اليوتيوب ده مش شيء سيء، اليوتيوب ده شيء جميل جدا، منصة هو زي ما في سيء في برضه طبعا، فاقدر النهاردة العناصر الإيجابية اللي فيها اقدر اساعدها، اقدر اوفر لها حاجات عشان تقدر تقدم. يعني حضرتك النهارده مشكورين ان انتوا جعلتوا لي مساحه ان اتكلم، ده شرف لينا والله يا استاذ عماد، ان انا اقول وجهه نظري. اكيد واخده بال حضرتك. هكذا برضو اليوتيوبر المحترمين يمكن احنا الفتره دي بنشتغل ان احنا منظومه قانونيه ومظله يقدروا ان كل يوتيوبر مصر ده يشتركوا فيها، وباذن الله تبقى برضو المظله دي او المنظومه دي بتقدم أهداف، بتقدم حاجات قيمة، بتقدم حاجات علمية، بتقدم حاجات ثقافية، بتقدم حاجات فنية بس، ونقدر نساعد اللي ما عندوش القدرة ان هو يطلع محتوى كويس. ده اللي ان شاء الله الفترة الجاية. طبعا احنا عندنا بالإضافة للتشريعات اللي هي بتعاقب على كل خطأ بيقوم بي اي حد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب، في عندنا دور مجتمعي. دور المجتمعي ايه؟ ان انا اقدر في المرحلة الحالية ان كل شيء بيقابلني مسيء او حاجة بتمس سواء مجتمع عام او بتمس شخص او مش عاجباني ان انا معترض عليها، في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب انك تقدري فيه بتلاقي ثلاث نقط فوق كده، لو دوستي عليها تظهر لك كلمة ابلاغ. لما انت تدوسي كلمة ابلاغ دي بتقولي ان اذا كان ده المحتوى مسيء او المحتوى ده مش حلو جدا الموضوع. لو كلنا لو كل المجتمع قدر برضو، ما ده الدور المجتمعي للناس ان هم يشاركوا في الابلاغ ان ده شيء مسيء، تلقائها برضو هتتحذف. في ليه فكرة برضو انا ماليش دعوه، انا مالي طالما انا مش هتفرج على الفيديو فماليش دعوه، ما هو في دايما ايه السلبي لازم في اللامبالاه يعني. الرادع في القانون، الرادع اللي انا بطالب بيه تسهيل الاجراءات في الوضع الحالي، تسهيل الاجراءات ان يبقى في اكتر من خط ساخن للتعامل عليه. الانتشار برضو يعني مبدئيا ان يبقى عندي في كل مثلا وحده شرطيه زي كل اسم مثلا يبقى في عندي مكان ان انا اتعامل بيه، لان هو خلاص هو بقى في كل بيت وفي كل مكان، يبقى عندي سهولة ان انا اطلع لاقرب اسم عندي والاقي فيه مكان لشرطة ومبحث الانترنت ان انا اقدم معاه البلاغ والشكوى ويتم التعامل معاه بشكل اسرع وافضل. يعني انت عارف يا استاذ عماد هم اهم حاجة بيركزوا على ايه؟ على الشباب وعلى الاطفال الصغيرة. هو ده هم بيركزوا بجد يا استاذه ايه على الشباب والاطفال الصغيره. هو التدمير بيجي من هنا يعني انا احكي لحضرتك حكايه، ان انا طبعا ابني وابن غيري في مره كان بيتفرج على مقالب بيعملوها على اليوتيوب ماشي، فالمقلب دوت حب ان هو يجربه في اخته، اخته كانت هتموت. شفت لدرجة وصلت ايه؟ انا عايز اتفرجت النهارده على المقلب ده، انا همثله النهارده في البيت. ده حصل مش فكرة الاطفال بس، الكبير برضو بيعملها. حصل بالفعل ان في ولدين، ودي كانت نازله في الجرايد، ولد شاف مقطع على اليوتيوب بيقلده بطريقه حد بيشنق حد وما اعرفش ايه، وبعد كده بقى عادي جه عملها مع اخوه الصغير وراح جاي معلقه الولد مات. طب حضرتك القانون هنا بينص على ايه يعني في القنوات دي؟ ما القانون المفروض ده تحريض. العقوبة ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف العقوبة. العقوبة بتوصل لثلاث سنين وغرامة بتوصل لغاية 50,000 جنيه. بس لو في دليل في ايديهم، ما هو الدليل الفيديو ما هو لو في دليل ممكن بقى اللي هو عمل الفيديو ده. طب تخيلي بقى لو الفيديو ده بقى بيتكلم عربي ومش جوه مصر، دور بقى في كام مليون عاقبه ازاي؟ علشان كده انا بقول الآلية اهم، التجديد في التعامل مع الواقع الجديد ده أهم، المنظومة اللي تتوجد عشان تكون لها صلاحيات وبسهولة جدا تتعامل، هو ده عندي أهم من إن أنا بعمل. طيب أنا عندي التجريم بالفعل سواء في قانون تقنية المعلومات أو قانون الاتصالات أو قانون الطفل أو قانون حماية الملك. أنت عندك مثلا انت ممكن حضرتك تشتغلي وتتعبي وتعملي محتوى والى اخره، وحد تاني ياخده في قناه ويبتدي يتكلم فيه ويحقق مشاهدات ويحقق ربح،
ما هو كده انتهك حقوق الملكية طبعا. الفكرية بتاعتك، المصنف اللي انت عملتيه هو سرقه وباعه، ما دي وبيتعاقب عليها في القانون. عندي مواد قانون العقوبات اللي بتعاقب على السب وعلى القذف وعلى التشهير وعلى الخوض في الأعراض، كل ده القوانين بتنظمه. بقت الموضوع دلوقتي ان انا في حرامي وانا عايز امسك الحرامي، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اوفر عدد كافي عشان اقدر الحق الجريمه وقت وقوعها، او على الاقل خالص النجاحي ان انا امنع وقوع الجريمه. تمام. فالاليه الجديده لازم عندنا اليه جديده متطوره تتناسب مع التطور الموجود. طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن القانون، دور المواطن ايه بقى في منع الجرائم دي؟ زي ما قلت لحضرتك بقى، دور المواطن ان انا بقدر الامكان المشاركه الايجابيه اللي انت تقدر تقوم بيها. انا النهارده لقيت، ما هو حضرتك عندك اسره وانا عندي اسره وعندنا ثوابت، وعندنا زي ما حضرتك قلت عندنا الطفل والشباب، اخطر شيء ومستقبل مصر. يبقى انا بقدر الامكان كلنا نكون ايجابيين، الناس اللي عندها قيم ومبادئ تكون ايجابيه. لما تلاقي مقطع كده ادخل وبلغ مبدئيا المشاركه بتاعتك، بلغ ان الموضوع ده مسيء. فانا في استجابه سريعه ولا بتاخد اداره اليوتيوب بتعمل كده فعلا، في استجابه سريعه. بس للاسف معظم الشباب بتوعنا ومعظم الاطفال يقعدوا يضحكوا على الحاجات دي للاسف. ما انا قلت لحضرتك ان احنا لازم يبقى عندنا برضو جانب في اللي هو برضو الاستمتاع في التعليم. استمتعوا لازم معانا لازم عندي في الطفل برضو مراحل الابتدائية دي، لازم أزرع جواه القيمة والأخلاق وبحاجات بسيطة إن شاء الله. ولو إن يبقى عنده جزء فيديو كرتون بيشوفوا بيتكلموا عن المبدأ، إزاي تساعد حد. حضرتك لو تشوف حتى الأفلام الكرتونية فيها ضرب، فيها إساءة، ده بيشتم ده، حتى دي كمان يعني حضرتك خلاص فيها. إحنا بقى بيقولوا إيه، العالم قرية واحدة. القرية الواحدة دي جت منين؟ جت من شبكه الانترنت. فانت مش هتقدري تتعزلي عن الشبكه دي، خلاص حياتنا خلاص بقت كده كلها انترنت. انت حضرتك دلوقتي هتتحولي، كل معاملاتك هتبقى الكترونيه. شيء جميل، شيء جميل. احنا بنتكلم في ان شيء ده بينتشر عندنا، احنا ازاي نروده كاصحاب فكر، كاصحاب قانون، كمسؤولين، ازاي ان احنا نقدر ناخد منه الشيء المفيد لينا، وبقدر الامكان ندافع عن نفسنا وندافع عن حياتنا وعن ثوابتنا عشان ما نضيعش. ازاي؟ بالاليه الجديده اكتر من العقاب. ان انا النهارده يعني حتى محكمه النقض قالت ان انا لما افرج عن متهم وياخد براءه افضل من اني احبس متهم وكون مظلوم. للعداله تأبى ان حد يتحبس. فانا النهارده اللي انا شايفه ده، اما انا بعذر الناس، بعذر الشباب، حجم الوعي، دور المثقفين، رجال الدين زي ما حضرتك قلت، ما لازم يبقى برضه رجل الدين متطور. ده دور كبير جدا عليهم. المثقف، الناس اللي بتشتغل في العمل العام، الناس اللي هي بتنزل مرشحين محليات وشعب وشو، تواجدهم بان هم يعملوا ندوات تثقيفيه. لازم حضرتك لازم الدين يكون فيه نجاح وسقوط عشان يهتموا بيه. حاليا الدين ما فيهوش نجاح وسقوط، يعني اللي هي ايه، دخل الطالب هينجح سواء مش على المجموع. هو مش على المجموع خالص. ما بقيش على المجموع. المفروض دي يبقى عندي انا مش عارفه ايه ده، القيم بتاعتنا ومبادئتنا والدين وكل حاجه تبقى موجوده عندنا. تمام. والدين يبقى شيء اساسي برضه في حياتنا، لانه المفروض هو اللي بيقوم الحياه. هو أكيد اللي بيقوم. اكيد اكيد اكيد. تحب تنصح ايه للساده المشاهدين؟ انصح الساده المشاهدين ان احنا بقدر الامكان، لان انا برضو هبقى بحمل حاجه وبطلب طلب من حد ومش هيقدر ينفذه. احنا ممكن يبقى مثلا عندنا اشتراط، مثلا نعمل حاجه في القانون ان يبقى في موبايل لسن معين، جوه منه مثلا حاجات يوتيوب للاطفال، دي يبقى مقيد فيها حاجات معينه مش موجوده اللي هي يعني مرحله الطفوله، حاجات معينه دي بالظبط كده. في تأييد للمقترحات، كل مرحله عمريه حاجه معينه للحاجات دي، مش مثلا كله كده داخل على بعض. كله مفتوح حاليا. المشاهدين بقى والاسر، الاسره هي نواه اي مجتمع، هي الاسره. بقدر يعني الامكان الرقابه، كظروف بقدر كماديات الامكان المتابعه. الاسره مش ليل ونهار قاعده مع اولادها،
عشان كده قلت يعني كاقتصادي برضو عايزة غطاء بآلية جديدة تقدر تحافظ على ثوابت وقيم، ودي مش هتتم غير بشكل تكنولوجي بعيد عن العامل البشري. لازم تبقى هي بتتعامل مع الشيء، يعني لا يحارب الفكر إلا بالفكر، لا تحارب التكنولوجيا إلا بالتكنولوجيا. حاجات جديدة ومتطورة وحاجة تكون ليها يعني فكر. تمام. طبعا احنا مكملين مع حضرتك، بس هناخد فاصل، هناخد فاصل بسيط ونرجع وهنتكلم عن حقوق المرأة. ورجعنا لكم مرة تانية وهنكمل عن الجرائم الإلكترونية، وبعد كده ندخل عن حقوق المرأة. طبعا حضرتك دلوقتي انا حصل معي مثلا مشكلة، اللي هو حد شتم زي ما قلنا، برضو ازاي ابلغ؟ يعني الوسيلة السهلة ان انا ابلغ بيها في الخط الساخن اللي هو 108، حضرتك ممكن تتصلي بيه بوزارة الداخلية وتبلغي على الواقعة اللي هي حضرتك شايفاها بالنسبة لك فيها اساءة او بتشكل جريمة، او حضرتك بتتوجهي الى اسم الشرطة مبدئيا تعملي محضر اثبات حالة بالواقع، وبعد كده بتوجهي لمباحث وشرطة الانترنت ويكون معاكي المحتوى ده على اسطوانة او على فلاشة وتقدمها لهم عشان يتم فحصها وعرضها بقى على السيد وكيل النائب العام لتوجيه الاتهام للشخص ده. وخاصة كمان لو انت حضرتك عارفة عنوانه ومكانه او عارفة بياناته بتقوليها ضمن بيانات المحضر، وده اللي هو ايه الموجود حاليا يعني، وان كان برضو موجود في بعض العواصم في المحافظات او مديريات الامن ممكن حضرتك تتوجه ليها مباشره برضه تعملي محضر هناك بالواقع اللي حضرتك شايفاها مسيئه بالنسبه لي. تمام. طب ما انا برضه الفكره ان يعني حاجه سريعه، حاليا هو بعت لي رساله من على تليفون. طب ندخل معانا ندخل تليفون. الو استاذ محمد علي. الو انا مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ منور اسرار الحياه يا فندم. ده نور حضرتك على مدايه هنا حضرتك، وطي بس التلفزيون شويه احنا مش سامعين حاجه. طيب مع حضرتك يا فندم، اتفضل. مع حضرتك كده يا فندم، استنى حضرتك تاني. حضرتك مؤسس القناه على ما اعتقد، صح؟ نعم يا فندم، مؤسس الحملة مؤسس الحملة حملة تطهير اليوتيوب. والله احنا بنتبنى مع حضرتك محمد علي صاحب قناة الفارس. تمام. تمام. حضرتك احنا مجموعة من الشباب، تمام، يوتيوبر المصري المحترم اللي هدفنا الأول والوحيد إنه يكون عندي محتوى بيشرف بلدنا. يعني يكون في محتوى موجود على منصة اليوتيوب حضرتك او ابنك او بنتك يقدر يستفيد منه معلومه، يعني يكون في عندي محتوى واضح استفيد منه بمعلومه. يمكن انا افتح النهارده محتوى على منصه اليوتيوب الاقي بيعرض خصوصيات الاسره من مشاكل اسريه، سواء زوج مع زوجته او بنت مع امها او اخت مع اختها او الكلام ده كله. هدفنا في الاول وفي الاخر ان يكون عندنا محتوى فيه قيمه تعليميه. أنا مش ضد إن حضرتك تعرض لي محتوى سواء عن الأسرة عندك أو أي شيء، ولكن محتوى مثلا مناسبة عيد ميلاد أو ماشي مفيش مشكلة. حضرتكم وصلتوا الحل ولا لأ؟ تمام، إحنا الكلمة فصلت معلش. هو بالفعل زي ما قلت لحضرتك إحنا جمعنا على قد ما قدرنا. وصلتوا النقطة فيها حل بجد ولا لسه يدوب بس بتبتدوا ولا إيه بالظبط؟ النقطة اللي فيها حل إن إحنا توجهنا ببلاغ رسمي للسيد النائب العام على القنوات المسيئة دي. هل في استجابة؟ يعني حققتوا هدف الحملة ديت؟ اتحققت؟ إلى حد ما حاليا بنبتدي نحقق في أهداف الحملة اللي إحنا نقدر بقدر الامكان ان نعمل ردع عام، نعمل ردع عام لعمليه الاساءه والاسباب والشتائم اللي موجوده على قنوات اليوتيوب، بان احنا نحلهم للتحقيق امام القضاء، والقضاء هو وشانه بالنسبه لهم وحالتهم. استاذ محمد مره ثانيه. يا فندم. استاذ محمد، ما حضرتك؟ مع حضرتك يا فندم. مع حضرتك ازاي؟ حضرتك كنت بقول لك وصلت ال الاستاذ جمال، زي ما تكلم فضيله الدكتور احمد المزين، هدفنا الاول والاخير ان يكون عندنا محتوى موجود على منصه ريتمو بيقدم قيمه تعليميه. يعني حضرتك سواء كانت قناه طبخ او اي قناه موجوده على منصه ريتمو بتقدم اي محتوى، يكون هدفها الاول والاخير ان يكون فيها قيمه تعليميه، انا مش بستفيد حاجه كمشاهد او كمتابع،
ان انا اسمع اسرار الاسره، ان يكون عندي قناه بتطلع تنتهي في اعراض بعضها او بتتكلم في مشاكلها الاسريه على منصه اليوتيوب. فين هنا المحتوى التعليمي او فين هنا القيمه التعليميه اللي حضرتك لو فتحت الفيديو تقدري تستفيدي منه؟ بناء على كده كونا مجموعه من الشباب، كان طبعا على راسنا الاستاذ امام، معانا فضيله الدكتور احمد ابو زين، ومعانا بعض اليوتيوبر المصري المحترم. نزلنا بعض المحتويات اللي هي المنتجه نزلناها وتقدمنا بها للبلاغ للنائب العام ولشرطه مباحث الانترنت، واخذنا وعود ان احنا خلاص في الفتره القادمه هيكون في تشريع قانون موجود في مجلس الشيوخ او المناقب. هدفنا الاول والاخير مش ان احنا نعاقب، هدفنا الاول والاخير ان يكون صورتنا داخل مصر وخارج مصر ان اليوتيوبر المصري بيقدم محتوى في قيمه تعليميه. يعني يكون عندي محتوى حضرتك محتوى ليه هدف، زي ما انا يعني زي ما انا بشارك حضرتك دلوقتي في البرنامج، فمع حضرتك مثلا سياده المستشار احمد الطوفي، فموضوع الحلقه النهارده عن 1 2 3، فانا بستفيد منكم معلومات، مش ان انا افتح فيديو موجود على منصه اليوتيوب الاقي مثلا زوج بتكتب دكتور او اخت بتكتب اختها او قناه بتكتب قناه بافضل الالفاظ. اكيد يا استاذ، نصيحتك بس عشان الحلقه خلاص على وشك الانتهاء، نصيحتك ايه يا استاذ محمد؟ طب خلاص خلاص، احنا طبعا التليفون فصل، وكان نفسنا طبعا نتكلم عن حقوق المراه ولكن الحلقه الموضوع فصل. كبير ف عايزين حلقه، عايزين حلقه ان شاء الله تكلمنا طبعا. مش حضرتك شرفتنا، شكرا، ربنا يخلي حضرتك الف شكر. استاذ هند شرف، اشكرك حبيبتي، اشكرك. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه ومع فكره جديده، وان شاء الله مع حقوق المراه هنرجع لكم مره ثانيه باذن الله حلقه جديده.